مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من أصداء اليوم نخصصها بالكامل لتطورات الوضع في لودر بعد زيارة ميدانية لفريق البرنامج. أهلا بكم. لودر ترسم لوحة النصر على بوابة هزيمة أنصار الشريعة. يقول أبناء لودر أن للفرحة مذاقا وأن المشهد التلاحم البطولي بين المقاومة الشعبية ووحدات الجيش وهج خاص، نصر طال الحلم لعناقه على الأرض. أصداء اليوم يفرد هذه الحلقة للودر الذي تواجد فيها فريق أصداء اليوم لنضع كل التساؤلات أمام عدد من السياسيين والمختصين والمهتمين. نرسم المشهد بأربعة تقارير تحمل صور تمركز أنصار الشريعة والمقاومة ومشاهد التلاحم البطولي وزغاريد الفرحة. تقريرنا الأول نبحث فيه عن حقيقة ذلك التواجد لأنصار الشريعة وتمركزهم في لودر ومشهد المواجهات. كل هذه التقارير أعدها من هناك زميلنا معاذ منصر، وصورها أيضا معه الزميل فواز النقيب. نتابع. 7 ساعات تقريبا استغرقها منا الطريق من صنعاء إلى لودر، حيث يعيش الناس قصة مع تنظيم القاعدة الذي بفعل تواجده تحول المكان إلى مسرح للجبهات والاقتتال الذي طال الشجر والحجر وأصاب المدينة بالشلل. حكاية الصراع الذي أخذ أكثر من جولة ومحطة تبدأ من هذا المكان المعروف بمثلة الكهرباء، والذي يربط لودر بمنطقة العين والمنياسة وشقرة امتدادا إلى عدن وميدي. فالتنظيم كان يرى بأن فرض سيطرته على لودر سيمكنه من التوسع بشكل كبير بمشروعه الذي يتحرك به على أكثر من اتجاه، وهو من جعل التنظيم يخوض معارك وصدامات واسعة النطاق مع أبناء لودر. هي لودر منطقة استراتيجية، هي متوسطة بين الشرق والغرب والجنوب والشمال التي تنظر لها من حيث الموقع. الشيء الثاني، المنطقة الوسطى هي حاضرتهم لودر. اللي يسيطر على لودر يسيطر على المنطقة الوسطى كلها. فهم في 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 مخططاتهم انه السيطرة على لودر هي سقوط عدن، لانهم بيزحفوا بعدين لعدن من لودر وبيسقطوها وبيعلنوا دولتهم الإسلامية من عدن انطلاقا من لودر. هذا المكان الذي هو في الأساس موقع عسكري تابع للواء 111 ويقع بجواره جبل يوسف، كان المحطة الأولى لأنصار الشريعة الذين حطوا رحالهم فيه، وبلمحة بصر استولوا على الموقع بهجومهم المفاجئ على الكتيبة المتواجدة. وأثناء ذلك قتل من قتل من الجنود، وأسر من أسر، وفر من فر. وهذه هي بداية التحرك للتنظيم كما يرويها بعض جنود اللواء 111 هنا في الموقع. هذه مواقع اللواء 111 من أول، من الموقع المنياسة، هذا موقع مثلث الكهرباء، وهنا مقر الكتيبة الثانية. تم الهجوم على هذا الموقع من جميع الاتجاهات بحدود 800 نفر من قبل القاعدة، احتلوا المواقع وسارت الضحايا والقتلى، وما زال الأسرى موجودين في حوزتهم، ولكن والحمد لله بمعاونة اللجان الشعبية والجيش والحرس الجمهوري تم السيطرة عليها مرة ثانية. والآن إن شاء الله ما زلنا في تقدم، تم السيطرة على مثلث الكهرباء والمنياسة، موقع زارة والتبة الحمراء ويسوف، هذا جبل يسوف. تم الآن احتلال جميع المواقع مع باقي لما يعني مقر الكتيبة الثانية فقط لا غير. ظلت الصدامات في حالة تطور وتفاقم حتى تمكن عناصر الشريعة من فرض سيطرتهم على جبل يوسف وعلى بعض المنازل المجاورة لمحطة الكهرباء وللموقع هذا الذي سعى التنظيم إلى حفر خنادق فيه احتماء من الصواريخ التي كانت تستهدفه من قبل الطيران الجوي. الجنود وجميع المواطنين هنا في المنطقة يؤكدون امتلاك العناصر كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة التي كان يتبادلها مع من وقف في وجهه. أنواع الأسلحة معهم أسلحة، يعني مثل تقول الذي أخذوها من بعض المواقع العسكرية بـ10 قناصات معدل شيكي دشكا، هذه الأنواع أسلحة، الأسلحة الساندة بجميع أشكالها معهم، مع البوازيك والصواريخ له كل شيء.
دفاع جوي معاهم 23 وكل شيء ما دائما ياخذوا الاسلحه هذه. اسلحه معاهم كانوا يضربونا مع الثلاث شيكي و واثنعشر سبعه وثلاث وبعشره ويمكن معهم دبابات ما اقول هكذا يمكن اللي معهم دبابه اليس شلوهن من زنجبا قالوا شلوه كتيبه يمكن معهم الا معهم دبابه. هذا هو الموقع الذي كان انصار الشريعه قد فرضوا سيطرتهم الكامله عليه وظلوا منه يقاتلون ابناء المدينه. هذه اثار تواجدهم تبدو واضحه في المكان وهذه اثار الحرب والقتال كما هي دبابات محروقه ودمار واضح جثث وأشلاء تؤكد سخونة المعارك وتؤكد بأن الزمن الذي استغرق في المواجهات دام طويلا. علامة القصف تبدو مرسومة في أرجاء ساحة القتال برمتها بما في ذلك الطيران الجوي الذي شارك في المعركة. القصة هذه التي أفرزت أكثر من صورة وبعد أخذت وقتا طويلا من قبل الأطراف المتحاربة وأخضعت الجميع في لودر إلى مواجهة مشروع القاعدة ويكون للقصة بقية. معاذ نصر لبرنامج أصداء اليوم لودر محافظة أبين. شكر خاص لزميلينا معاذ منصر وفواز النقيب لهذا المجهود وهذه الصور الحصرية لقناة السعيدة وتجشم الصعاب من أجل نقلها إليكم أيها المشاهدون الكرام. من لودر ينضم إلينا عبد الله سبيت وهو قائد في المقاومة الشعبية قائد فرقة في المقاومة الشعبية. عبد الله مساء الخير. في البداية لو تحدثونا عن كيف تواجد أنصار الشريعة في لودر كيف استطاعوا فرض سيطرتهم في لودر؟ منذ زمن بعيد هذه العناصر كانت متواجدة داخل المدينة تحمل فكر ونهج خبيث وأثرت على الشباب الصغار هذا. وعندما تقوت شبكة هؤلاء الجماعة سيطروا على المدينة منذ عام. من هنا عانى الشباب داخل مدينة لودر وبدأ تأسيس منطقة شباب للدفاع والحماية عن لودر وعن الأعراض وعن الأموال. من هنا بدأ الصراع بين أبناء لودر وهذه الجماعة الخبيثة التي شرت الناس. ولله الحمد كانت هذه الحملة بقيادة الشهيد توفيق علي حوس وطردت هذه الجماعة من مدينة لودر. طيب مع أنصار الشريعة سمعنا ورأينا عبر طبعا الفيديوهات المختلفة مقاتلين من جنسيات مختلفة، لو تحدثنا عن هذه النقطة نوعي جنسيات هؤلاء المقاتلين أعدادهم إلى ما هنالك. بالنسبة للأعداد الأعداد كثيرة وأكثر المقاتلين هم من الصومال باكستان في بعض المقاتلين عرب جزائريين سعوديين فمن جنسيات كثيرة يمكن حتى في فلبينيين في اندونيسيين وبرضه في مقاتلين برضه من المحافظات اليمنية مثل مأرب وأكثر من مأرب المقاتلين في صفوف الجماعات في من البيضة في من صنعاء من أكثر من محافظة. طيب نحن كنا نسمعهم نسمع قيادات هذه الجماعات تقول بأنهم يريدون تطبيق الشريعة يأتون للناس بهذا المنطلق نحن نريد تطبيق الشريعة ونريد تحكيم العدوى والقرآن فينا. ماذا عن الناس عن تقبل هذه الفكرة الناس العاديون الموجودون في 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 لودر؟ يا أخي هذا شعار حق أرادوا به باطل. هؤلاء بس الشعارات معاهم. مدينة لودر معروفة مدينة مسلمة فيها مساجد فيها تطبيق الشريعة فيها كل شيء يجري رضا لله سبحانه وتعالى وسنة الرسول. هؤلاء بس ادعوا الشعارات. هؤلاء قتلة نهابين كل الأمور كل الناس كل المواطنين الصغير الكبير يكرههم. أشكرك جزيلا عبد الله سبيت قائد فرقة في لجان المقاومة الشعبية من لودر. ينضم إلينا الخبير في شؤون الجماعة الإسلامية الأستاذ سعيد عبيد الجماحي. أستاذ سعيد مساء الخير. في البداية كيف تقرأ هزيمة أنصار الشريعة في لودر على مشهد على المشهد العام في من خلال تواجدهم في أبين كيف ستؤثر هزيمتهم في لودر على وجودهم في أبين؟ هو أولا لا شك أن التنظيم نعلم أنه وجد بيئة هي الأنسب وبشكل فريد بالنسبة لليمن
لم يسبق أن كانت في أي مكان آخر. هنا لا نتحدث عن بيئة جغرافية فقط. لتوضيح الصورة، البيئة التي وجدها التنظيم ممكن يكشفها رسالة وجهها المسؤول الشرعي عادل أباب. لماذا قام هؤلاء باحتلال والسيطرة على مناطق، رغم أن هذا ليس من تكتيك القاعدة؟ منذ أن نشأت القاعدة لم تسيطر، وحتى دولتها في العراق هي دولة ليست على الأرض. العباد يقول بعد انفلات الأمور عن السلطة المركزية في صنعاء، هذا الكلام في الأشهر الأولى من الثورة، سقطت الكثير من المناطق في يد عدة أطراف من صعدة حتى أبيان. أجزاء كبيرة سقطت بيد الحوثيين وأجزاء أخرى بيد القبائل، يتحدث الآن على أنفسهم، ولم نكن حينها خارج المشهد، بل حاولنا أن يكون لنا وجود، فأحكمنا السيطرة على عدة مناطق، ومنها على سبيل المثال قعار التي اسميناها وقار وتمتد من كذا إلى كذا. إذن هم رأوا في هذا النفق المظلم وفي حالة الانفلات ففرصة لتكوين هذه الدويلات أو هذه الإمارات. طيب، لكن هذا التنظيم فاتوا أشياء كثيرة. طيب أستاذ سعيد، ردة الفعل بعد هذه الهزيمة في لودر، هل تتوقع أي ردة فعل من قبل هذه الجماعات، نوع ردة الفعل حتى تثبت بأنها ما زالت موجودة على الأرض؟ ولا شك أن هناك ردة فعل مباشرة، مع أنهم سيقاومون ولن يتنازلوا عن المناطق هذه التي هم فيها. وأعتقد أنه لا يغيب عن تنظيم القاعدة مسألة عدم إمكانية استمرارية سيطرتها على الأرض ورجوعها إلى الاختباء والتمويه والكر والفر. لهذا لديها أعتقد قائمة من البدائل. أنا أيضا أعتقد أنه مهما يعني أقصى درجة ممكن أن يحقق بالانتصار على القاعدة هو تشتيتها وعودتها إلى المناطق البعيدة وإلى الجبال وإلى بطون الأودية، فبالتالي ستعاود تكتيكاتها السابقة بعمليات ستحرك الخلايا وستضرب يمينا وشمالا، إلا أنها تواجه أيضا عوائق كثيرة، لأنها هذا الارتداد من الأعلى إلى الأسفل أيضا سيمنع عنها الاستقطاب، وسيشكل لدى كثير من الذين يمكن تستقطبهم مخاوف بأن هؤلاء كانوا دولة وكانت لهم يعني غنى وصولة وقولة، فأصبحوا الآن بعيدين مفترئين. إضافة إلى الوعي العام بما أظهرته القاعدة في هذه المناطق وعزيمة الدولة واللجان الشعبية الذين يشكلون الرافد الشعبي. على ذكر الدولة، عندما كان الجيش يقاتل هذه الجماعة في لودر، ظهر الظواهري بخطاب هاجم فيه الرئيس هادي وامتدح فيه التنظيم. أهمية توقيت ظهور هذا الخطاب بالنسبة لهذه الجماعة؟ ولا شك أن الظواهري يعني هذا يؤكد أنه هو صاحب فكرة ضرب المسلمين، يعني أن التنظيم نعرف أن لديه استراتيجية بعيدة المدى وهي العدو البعيد وقضية العدو القريب. هناك توافق ما بين الأسلوب الذي اتخذه التنظيم. الآن التنظيم، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، استغرق في قضية العدو الداخلي العدو المحلي، وأصبحت لديه أنماط مشوشة في الرؤية. والمشكلة الأكبر التي أوقعت التنظيم في اجتماعيات أكبر أيضا هي مواجهتهم للجنود، لهذا نراهم يتخبطون، مرة يأسرونهم ويطالبون بفدية، ومرة يطرقونهم، ثم مرة أخرى يهاجمونهم ويقتلونهم. ليس هناك استراتيجية واضحة. هم أيضا يحاولوا أن يظهروا أنفسهم ككيان مستهدف، وأن المؤامرات دائما تحاك ضدهم بتواطؤ محلي وعالمي، وأن هدفهم الوحيد هو فقط إقامة الشريعة. أتى الظواهري ليؤكد أن عبد الرب منصور الرئيس الحالي هو أكثر فسادا من سابقه، فبالتالي يعطي هؤلاء ذريعة كي يعني يكون لديهم شحنات من المواجهة وفتح أيضا باب مواجهات وقتال داخلي كبير. على ذكر الظواهري، طبعا فيما يخص تنظيم أنصار الشريعة في اليمن، كان البعض يشكك أن له ارتباط بتنظيم القاعدة العالمي. تنظيم أو ظهور الخطاب الظواهري الأخير ألا يدل دلالة واضحة بأنه الكل هو مسميات، وإلا فهو جزء من كل وهو تنظيم القاعدة؟ هذا ما في شك.
المتابعة التي هو على دراية بهذا التنظيم نجد أن العوام التي كانت منذ أن خرج 23 ومنهم أبو بصير الذين أسسوا النواة الأولى لهذا العمل في 2006 خرجوا ثم 2007 و2008 و2009 تم الإعلان قدمت القاعدة رصيدا من عمليات الميدانية مهاجمة المشاهد النفطية مهاجمة قتل السياح أشياء كثيرة مهاجمة مواقع عسكرية وأمنية كانت تطور في الأداء واضح وملموس سواء في النشاط الميداني أيضا والنشاط الإعلامي نعم. وأيضا المطبوعة السعودية التي جاءت هي ساعدت كثيرا في هذا التنظيم في اليمن لا شك أنه أيضا بايع مبايعة علنية وتم الاعتراف به وعلى لسان الضوائري فلا يشك القاعدة وأنصار الشريعة نعم أنصار الشريعة أنا أعتقد أن أنصار الشريعة هم عبارة عن المجاميع الشبابية التي كانت متواجدة في أبيان يعني عشرات هنا وعشرات هنا وعبارة عن مجاميع مشتتة كانت تؤمن بفكرة الجهاد وتؤمن بأن بنفس الرؤية لرؤية تنظيم القاعدة إلا أنها لا تتبع القاعدة تنظيميا نعم اتفقت مع القاعدة على أن نكون جسدا واحدا والبيعة لنا وأنتم تعملون وها هو أبو فلان يسيطر أميرا على منطقة كذا وأبو فلان أميرا على كذا فالسيطرة لكم على الأرض لأنكم أبناء المناطق ومعروفون وليس لديكم تاريخ مثل القاعدة فحصل توافق أشكرك هو نعم. أنصار الشريعة سعيد عبيد الجماحي الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أشكرك جزيلا مشاهدينا الكرام سنواصل إذن هذه الحلقة من أصداء اليوم التي خصصت بالكامل لتطورات الوضع في لودر من الميدان مع فريق أصداء اليوم ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد التلاحم البطولي للمقاومة الشعبية والجيش كان قوة الحسم لمشهد المواجهة في لودر وإن تأخرت مخرجات هذا المشهد إلى أنه أكد بما يقطع الشك أن للجيش والمقاومة قادرة على حسم المعركة لقهر أنصار الشريعة إن أغلقت الأبواب أمام أولئك المعطلين والمغيبين للقرار العسكري للحسم على الأرض ففي لودر اختزل الزمن بصمود الأبطال لصناعة النصر صورة بدت ملامحها بإصرار الرئيس هادي على ملاحقة أنصار الشريعة لهزيمتها وسطر فصولها تلاحم المشهد وبطولات يجب قراءة مفرداتها بعين العاشق للوطن نتابع امتلاك أنصار الشريعة للأسلحة على رأسها الدبابة والمسطحة والمدفع مكنها من إضعاف الجيش في بداية الأمر بل وعمل على تغييبه بشكل أتاح الفرصة أمام تلك العناصر للتوسع باتجاه المدينة أبناء لودر الذين كانوا قد شعروا بالخطر مبكرا وسعوا إلى تشكيل لجانهم الشعبية وجبهاتهم القتالية خرجوا عن بكرة أبيهم لمقاومة تلك العناصر والتصدي لهم راسمين بذلك التحرك الشعبي لوحة بطولية لم تشهدها اليمن منذ قبل ظلت المقاومة الشعبية تتقدم مشهد القتال لأسابيع بل ولأشهر ويبدو أن تباطؤ الجيش خلق روحا وعزيمة لدى المواطنين الذين خاضوا المعارك وكانوا في المقدمة هذا الدور استمر في تأمين المدينة بجهود ذاتية وبتكاتف الخيري من أبناء القبائل والقرى المجاورة وبعد ذلك انضمت وحدات من القوات المسلحة وخاصة اللواء 111 واللواء 26 حرس جمهوري ثم جاء الأخ المحافظ ومعه فرقة من الأمن المركزي لكن الخط الأمامي دائما هم اللجان الشعبية والقبائل التي سندها أما وحدات الجيش فكان دورها جاء كدور بارز في الأخير الصمود الشعبي الكبير أيقظ قوة الجيش وجعلها تتحرك في القتال مؤخرا بضمير حي فساندت اللجان الشعبية في مواجهة تلك الجماعات أرضا وجوا مقدمة لهم السلاح والذخيرة بأنواعها
لتعيش لودر تاريخا من التلاحم والتكاتف والتعاون، وبذلك تمكن الجميع من دحر القاعدة في المنطقة. يا ريت رب العالمين تم دحر القاعدة من محافظة أبيان مدينة لودر ببذول يبذلها اللجان الشعبية وأخواننا في القوات المسلحة، واستطعنا بقدرة الله عز وجل أن نحررهم بلا رجعة بإذن رب العالمين. كما هي اللجان الشعبية، لاحظنا أثناء زيارتنا قوات الأمن حاضرة بشكل مكثف. الأمن المركزي والحرس الجمهوري وأفراد اللواء 111 يتواجدون في أرجاء المنطقة. هؤلاء الجنود هم الآخرون عبروا عن الجهود المشتركة في تحقيق النصر. وإحنا نتكلم بإسماء اللواء 111 ومساندين لنا الحرس الجمهوري والأمن المركزي، ونشكر اللجان الشعبية والمواطنين لمديرية لودر بما قدموه من واجب. وإحنا الآن نساند ونضارب الإرهابية. النصر كما يبدو تم بجهود مشتركة، لكنه لا يمكن تغافل دور الرئيس التوافق عبد الرب منصور هادي الذي كان قد توعد قبل أيام بملاحقة القاعدة وأرسل الحملات العسكرية إلى مناطق كثيرة في أبين. في منتصف الطريق ونحن عائدين من لودر التقينا بهذه التعزيزات الأمنية التي تؤكد تحركها باتجاه أبين، وتؤكد جدية هادي في ملاحقة القاعدة حيث كان، وهذا ما هو حاصل الآن. حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور محمد القاضي المحلل السياسي. دكتور محمد مساء الخير. النصر الذي حدث في أبين، هل هو استثناء في تحقيق في استثناء في فيما جرى، أم أنه للمشهد قراءة أخرى وله أبعاد أخرى بعد النصر في لودر قد يكون هناك في أماكن أخرى؟ مساء الخير أخ عبد السلام. أعتقد أن ما حدث في لودر هو انتصار مهم جدا، يأتي في لحظة تاريخية مهمة وحرجة، خاصة بعد الانتكاسة التي حدثت للجيش والتي شعر الجميع، ليس كأفراد الجيش وإنما مواطنون أيضا شعروا بالخذلان لما جرى للجيش من عملية إحراق وتدمير كانت كبيرة في دوفس وفي غيرها من المناطق. شعرت الجميع بحسرة على ما يجري وانهزام الجيش أمام أعضاءهم من القاعدة بتلك الصورة. هذا الانتصار في لودر يعيد الأمل ويعيد يعطي دفعة معنوية للجيش الذي يواجه القاعدة في زنجبار وجعار، وأيضا للجان المقاومة الشعبية في كافة المناطق. هذا النصر وأيضا هو نصر معنوي لرئيس عبد الرب منصور هادي الذي ينتمي إلى هذه المحافظة، والذي يسعى من خلال إعلانه الحرب على تنظيم القاعدة أن يحقق انتصارا لليمن وأيضا انتصارا شخصيا بالنسبة له، ويأتي هذا الانتصار من محافظته وهو له دلالات وأبعاد كبيرة جدا ومهمة بالنسبة له على الصعيد الشخصي وأيضا على الصعيد الوطني كرئيس لليمن. قبل أن نعود إلى إصرار الرئيس هادي في ذلك، أنت ذكرت نقطة مهمة وهي شعور أفراد القوات المسلحة بالروح باسترجاع الروح والعزيمة بعد النصر في لودر. دائما ما كنا نسمع أن الجيش منقسم، القوات العسكرية منقسمة وفقا للآراء السياسية. هل تجاوزنا هذا المشهد، مشهد الانقسام السياسي، إلى قرار عسكري واحد وهو قرار الحسم؟ ما جرى خلال الآونة الأخيرة هو أمر مهم وخطوة على الطريق الصحيح في هذا الاتجاه، لكننا لا نزال نعاني من هذا الانقسام الحاد داخل الجيش، وخاصة أن القرار الآن لم يصبح قرار موحد، وهناك لا زال تمردا في بعض الأنظمة العسكرية خاصة هنا في صنعاء، وكل هذه الأمور أعتقد لا. لكن على الأقل دكتور محمد، لكن على الأقل القوات العسكرية التي تواجه القاعدة في تلك المناطق، هل هي منقسمة أم لا قرار واحد؟ أنا باعتقادي أن القوات المتواجدة على الساحة وعلى الميدان الآن لها قرار واحد، وتقودها قيادات وتتلقى تعليماتها من قيادات المنطقة الجنوبية، وكان للتغييرات التي حدثت في الآونة الأخيرة بتغيير قيادة الجيش وتغيير قيادة المنطقة الجنوبية لم يسمى تغييرا كبيرا وأدى إلى تحقيق بعض الانتصارات على جبهات مختلفة، كانت جبهة زنجبار أو لودر أو جعار.
كل هذه تحمل دلالات وأهمية من أن توحيد الجيش هو عامل مهم، وأن الانقسام الحاصل كان الجيش هو أيضا طيب مشاركة من عوامل. نعم التغيير الذي حدث في قيادة المنطقة الجنوبية نحن نعرفه، لكن أيضا شاركت على الجهة الأخرى شاركت قوات من الحرس الجمهوري وأيضا من الأمن المركزي، ما بعد هذه المشاركة على المشهد البطولي هناك في أبيان وأيضا على توحد الجيش في اليمن بشكل عام؟ انا ما اعتقد ان مشاركه الحرس الجمهوري والامن المركزي كان العامل كما يريد البعض ان يصوره، هو كان هذه القوات اتت من هي قوات يمنيه ومشاركتها في المعركه هي هو واجب وطني ومقدس، وهذا واجب عليها ان تشارك في هذه العمليات. واما محاوله بعض تغيير ما حدث بانه ربما لدخول قوات من الحرس الجمهوري، انا اعتقادي كان العامل الاهم في الانتصار الذي جرى في 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 لودر هو اللجان المقاومه الشعبيه. هذه هؤلاء الاشخاص او هؤلاء المقاتلون كانوا استبسلوا خلال المعارك التي حدثت والتي او العقوبة الذي بدأ في 6 أبريل الماضي على قوات الجيش، وكان لهم دور كبير جدا في صد هذا الهجوم وعدم تمكن تنظيم القاعدة من الدخول والاستيلاء على هذه المدينة الاستراتيجية. فالاشتراك لجان المقاومة الشعبية أعتقد أنه كان العامل الأهم والأبرز في هذا، وهو ما أعطى دفعة قوية لجان المقاومة في مناطق أخرى، وخاصة ما يجري الآن في من اشتراك لجان المقاومة الشعبية في جعال وغيرها ربما من المناطق التي ستشهد فيها مواجهات خلال الايام القادمه. اشكرك جزيلا الدكتور محمد القاضي المحلل السياسي من صنعاء، ومن دبي انضم الينا المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر اهلا بك في اصداء اليوم صحيفه مرحباً مرحبا مساء الخير. مساء النور دكتور عمر. صحيفه الواشنطن بوست اكدت عن تميز الدعم الامريكي للرئيس هادي لمواجهه تنظيم القاعده في اليمن، هكذا اوردت الصحيفه. كيف تقيمون هذا الطرح في سياق تطورات الاحداث في اليمن؟ أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي الجديد هو في ينطوي على إشارة مؤكدة جدا، وهذه الإشارة تعني أن هنالك جدية من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي ومن قبل قيادة القوات المسلحة ووزير الدفاع على وجه التحديد ومن معه، هناك جدية حقيقية فيما يتعلق بمقارعة القاعدة في محافظة أبيان، لأن ما حصل خلال الأشهر الماضية أمر يثير الاستغراب ويثير عديد من التساؤلات التي لا نريد أن نجيب عنها الآن. هذا التمدد غير الطبيعي الذي حصل في لودر وزنجبار وجعار وحتى محاولة الخروج إلى بعض المناطق والمحافظات الأخرى مثل البيضاء وعدن، كل هذه الأشياء كانت تؤشر إلى أن هنالك سؤال كبير جدا يتعلق بوضع الجيش وموقف الجيش مما جرى ويجري في هذه المناطق. الآن الذي حصل خلال الأيام الماضية هو تأكيد آخر على أن هناك من جهة إرادة سياسية، وهنالك أيضا من جهة أخرى حالة من الافتعال للقاعدة القوية التي لا تقهر والتي تستطيع أن تهزم الجيش اليمني بألويته وكتائبه وأسلحته المتعددة، وهذا أمر غريب يعني وغير مستصاب. طيب. العنصر الثاني الهام جدا هو دخول الخط الشعبي المقاوم لهذا النوع من التطرف واللجان الشعبية التي أصبحت تتصدى تماما لجماعات القاعدة الذين يريدون نموذج لا علاقة له بالعصر ولا علاقة له بمنطقة التطور الطبيعي. طيب إذا ما بقينا في النقطة الأولى التي ذكرتها أنت، عندما تمددت القاعدة وتوسعت وحاولت الخروج عن أبيان، كيف نفسر عدم ردة الفعل القوية سواء من أمريكا أو من دول الإقليم بشكل عام في تلك الفترة، وهذه ردة الفعل هذه بهذه القوة في هذا التوقيت بالتحديد؟ الذي حصل من التمدد كان مقرون بمرحلة ما بعد الانفراج السياسية أو التوافقية السياسية التي أفضت في نهاية المطاف إلى نوع من المكايدة من قبل السلطة التي قد سلمت من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. والدليل على ما أقوله الرفض للقرارات الجمهورية، حتى الآن هنالك قرارات جمهورية معطلة والرفض لإعادة هيكلة الجيش وإعادة الاعتبار للجيش. لكن الآن وبالإمكانيات المتاحة استطاع الجيش بالفعل وبالتضامن مع اللجان الشعبية وبإشراك الوجهات الاجتماعية والأطراف المختلفة المكونات الاجتماعية المختلفة، استطاعوا تماما من محاصرة الآن جعار في هذه اللحظة محاصرة من كل الجهات. وأعتقد وأتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يكون هناك تقدم حاسم على جبهتي جعار بعد أن تم حسم الموقف في لودر. وبالتالي هذه المسائل تدلل على أن
ما حصل في أبين فيه درجة عالية من الافتعال غير السوي وغير الطبيعي، وأنه في نهاية المطاف لا يصح إلا صحيح، وأن الدولة ستتمكن من بسط سيطرتها على هذه المناطق، وأننا نحن الآن نشعر بسعادة غامرة لإعادة الاعتبار للقوات المسلحة، لأن القوات المسلحة اليمنية تعرضت لكثير من التشويه سواء على خط صعدة أو على خط أبين كما نعرف، يعني إلى درجة أنه العقيدة العسكرية والشعور بأن هذه القوات المسلحة تدافع عن وضع وطني عام وعن نظام عام وعن قرار سياسي عام، كل هذه المسائل تكسرت على مدى الحروب الست على خط طيب صعدة وفي أبين. كل هذه التطورات باختصار دكتور عمر لو سمحت، التطورات سواء في لودر وأيضا في زنجبار وجعار، وأنت تنبأت بأن يكون هناك تطورات خلال الساعة القادمة، أثر كل هذه التطورات على المشهد السياسي العام؟ أثرها ستكون إيجابية بصفة مؤكدة، تؤكد إلى أن هناك قضية مفتعلة، وأنها أن ميزان القوى لا يدلل على الحقيقة الموضوعية، والحقيقة الموضوعية تتلخص في أن هناك جيش وطني وأن المتحد الكامل لهذا الجيش هو الأساس، وأن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الله منصور هذه لابد أن تنفذ القريب العاجل لا محالة، وأن هنالك مؤشرات في الداخل اليمني وعلى المستويات الإقليمية والدولية تؤكد هذه المسألة. بنهاية المطاف من الأفضل لمن يرفضون ويكايدون ويتمسكون بما لا يمكن التمسك به أن يتخلوا بكل بساطة وأن يتركوا هذا البلد للعقل السياسي الحكيم ولإمكانية المأسسة من جديد وللذهاب مباشرة إلى الإصلاح والبناء. أشكرك جزيلا دكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي اليمني، كنت معنا من دبي حين سقطت مواقع المواجهة لأنصار الشريعة بأيدي الجيش والمقاومة الشعبية. أكدت المصادر المحلية في لودر أن أنصار الشريعة في لحظات الاحتضار، وحين حاول أنصار الشريعة في الرمق الأخير استعادة تلك المواقع كانت الهزيمة خاتمة المشهد، لتدرك أن دخول مدينة لودر قد غدت عصية عليهم، بل البقاء حولها مجرد حلم، فتسللت هاربة بعد هزائمها بين خيوط الظلام وأولى لحظات الشروق لتستنهض لودر وكل أبنائها ومن حولها وكل أفراد قواتنا المسلحة من اللواء 111 والحرس الجمهوري والأمن المركزي على أذان فجر النصر، وترسم هازيج الفرح في عناق لحظة النصر والدفء الساكن في عروق أبطال المشهد. متابع. للانتصار صورة رسمتها شراكة الموقف الوطني بين المقاومة والجيش، انتصار لم تشهده أبين ولم يتذوقه الوطن. ها هم أبناء لودر والجيش خرجوا في احتفال فرحي كبير بما حققوا، أطلقوا الرصاص في الهواء وعبروا عن فرحتهم بالأهازيج والرقصات الشعبية التي شهدتها كافة أحياء المدينة. النصر كان من الله تعالى، سبحان الله تعالى، فقمنا بمواجهتهم اللي كانوا يضربونا، وقمنا ببعض الجبهات اللي كانت الأمامية وقمنا ضدهم وأخرجهم من المنطقة حتى رحناهم إلى شغرة. يا ريت رب العالمين تم تحت القاعدة من محافظة أبين مدينة لودر بذول يبذلها اللجان الشعبية وأخواننا في القوات المسلحة، واستطعنا بقدرة الله عز وجل أن نحررهم بلا رجعة بين رب العالمين. يفتخر أبناء المنطقة بالنصر وتكاد أرواحهم تحلق عاليا في السماء، حتى وإن كانت هناك خسائر بشرية ومادية فهم يقولون بأنه انتصارا لحريتهم وكرامتهم، انتصار سيسجله التاريخ في قائمة النضال والصمود. الحمد لله، نصر وعيد وبرحة، وسجدنا لله سجدة وركعنا ركعتين. سنبذل الغالي والرخيص من أجل كرامتنا ومن أجل الأمن والأمان في مدينة لودر وفي محافظة أبين وفي اليمن عامة إن شاء الله. الحمد لله ونقطة حالي والجيش يتنسل على الدراية قال المسياسة فرسموا على اليمن يطلقها وابتعها وابتعها نحن إياه ونقطة حالي. المقاتلون هنا لم يعودوا مهتمين ومنشغلين بالتمترس وإدارة القتال، بل منشغلين بالنصر وبترديد الزوامر السياسية والشعبية كتعبير للفرحة والانتصار. ما
ينضم إلينا من لودر الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية علي عيدة. علي، مساء الخير. كانت هناك صورة تلاحم بطولية بين لجان المقاومة والجيش، لو تحدثنا عن هذه الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. طبعا اللجان الشعبية والقبائل المنضمة لها وأبناء القرى المجاورة قطروا ملحمة تاريخية بتلاحمهم وانضمامهم أو الانضمامهم في وحدات مع القوات المسلحة، وخاصة اللواء 111 واللواء 26 حرس جمهوري. وكان هذا الانتصار عظيم نتاجا لهذا العمل المشترك، وهذا التلاحم جاء بفضل الله عز وجل، وهذا النصر جاء بفضل الله عز وجل، وهذا الوحدة وهذا التآخي ملحوظ أنه عمل جبار أقدمت عليه اللجان الشعبية في توحيد الصف، وكانت الطاقة في اقتحام كل المواقع التي سيطرت عليها. وهذا يدل على أن اللجان الشعبية في منطقة شارع لودر عملت وبجد في توحيد الصف الوطني للقضاء على هذه العناصر الإرهابية. بعد دحر أنصار الشريعة من لودر، ما هي مهام اللجان الشعبية في لودر؟ طبعا المحافظة على هذا الانتصار أصعب من تحقيق هذا الانتصار، فنحن في اللجان الشعبية نضع الخطط والبرامج منذ شهور للقضاء على الفساد والقضاء على العناصر الإرهابية التي تخلل أمن واستقرار هذه المدينة. ونحن في قيادة منطقة شارع لودر عندنا رؤية واضحة لما بعد تصفية وتطهير مدينتنا والقرى المجاورة لها وتأمين العمق الاستراتيجي لمدينة لودر خلال اختيار العناصر الجيدة لتقود هذه المديرية نحو مستقبل أفضل في ظل التجديد والتحديث في سياسة اليمن برئاسة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي. هناك الجبل الاستراتيجي وهو جبل يوسف، فشل عناصر أنصار الشريعة من استعادته، حاولوا استعادة الجبل لكنهم فشلوا في ذلك وأدركوا الهزيمة وقرروا الفرار. هذه اللقطة أو هذا المشهد يستحق أن تكون أن يكون له تاريخ معين، لو تحدثنا عن فرارهم من جبل يوسف. نعم أخي، جبل يوسف كان عمق استراتيجي مطل على مدينة لودر وعلى منطقة العين وإلى امتدادا إلى منطقة السرة وغريبا إلى مديرية مودية والوضيع. هذا الجبل هو مسيطر سيطرة تامة على مديرية لودر، مداخلها ومخارجها، مرتفعاتها وهضابها وسهولها، فكانت السيطرة عليه أمر واجب وعدة العدة خطة للسيطرة على هذا الجبل. وكانت اللجان الشعبية هي السباقة دائما في اقتحام هذا الجبل، وأيدها الخطة المباركة التي عدتها قيادات اللواء 111 واللواء 26 حرس، وأيضا الأخ المحافظ مشكورا كان له دور بارز في هذا الاقتحام وهذا الانتصار، وقد ضحت اللجان الشعبية في هذه الاقتحام بتسعة شهداء وقتل من الجيش 3 أفراد. فهذا يدل على أن أبناء منطقة لودر واللجان الشعبية هم السباقون في السيطرة على هذا الجبل، والآن موجود قوة من اللواء 111 والحرس الجمهوري، وأيضا يتواجد عناصر من اللجان الشعبية للحفاظ على هذا الجبل. وقد حاولت هذه الفئة الباقية السيطرة على هذا المرتفع أو هذا الجبل، لكنها وجدت مقاومة باسلة استرسل فيها أبطال ملتقى شباب لودر والقوات المسلحة واللجان الشعبية وأبناء القبائل. أشكرك. وحافظنا عليه وما زلنا منتظرين عليه. أشكرك جزيلا علي عيدة، الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية من لودر. ينضم إلينا من صنعاء رئيس هيئة الكتاب وهو أيضا محلل سياسي الأستاذ عبد الباري طاهر. أستاذ عبد الباري، مساء الخير. في البداية الإعلام ظل في فترة معينة ينقل الأحداث من لودر بين مبالغة لعدد لأرقام القتلى والجرحى، الجهات المشاركة من قوة الجيش والأمن، لو تحدثنا في البداية عن خطورة هذا المشهد وهذه المبالغة على الرأي العام. يعني الآن يعني كان في الماضي طبعا لا شك مبالغات وأكاذيب وعدم دقة في تتبع الأخبار، لكن الآن يلمس واحد أن هناك جدية، وبخاصة بعد اشتراك المقاومة الشعبية واشتراك المواطنين في هذه المعارك،
واضح جدا ان الان الامور تتجه الى مواجهه حساسيه والى حزم حساسي مع هذه الفئه الخارجه على النظام والقانون، ويكون الرهان بالفعل على صدق الخبر وعلى تتبع دقيق جدا لما يجري في لودر في زنجبار في جعار، لان هذه مناطق يعني مهمه جدا، وتحرير الحقيقه فيها يحسن الرأي العام اليمني ويعجل أيضا ويشرع بالانتصار الحقيقي على هذه الجماعات. الانتصار في لودر ماذا يحمل لمشهد المواجهة في زنجبار جعار شبوة ومختلف المناطق؟ هي مناطق مترابطة طبعا، وتعرف أنها يعني لودر مدخل مهم جدا ويتحيط به مناطق جبلية وعرة، ومهم جدا هو بالنسبة لبقية المناطق، لكن هو أهم شيء الآن اشتراك المواطنين الذين شردوا من منازلهم والذين يعني بالفعل اتخذت إجراءات قاسية ضدهم وتخلى الجيش والأمن عنهم. الآن اشتراك الجيش أو قسم من الجيش والأمن مع المواطنين هو الذي هيشرع بالمعركة وهيحسمها لصالح هذه المناطق. أشكرك جزيلا المحلل السياسي الأستاذ عبد الباري طاهر. أصداء اليوم هو يرسم جوانب النصر والفرحة، يقف أمام مشهد الدمار الذي لحق بمنازل المواطنين ومتاجرهم وممتلكاتهم ومباني الدولة أيضا، وأيضا سقوط الشهداء من المواطنين الآمنين ورجال المقاومة وأبطال الجيش. كل ذلك المشهد لا يمكن تجاوزه دون استحقاقات وتعويضات قبل أن يجف الدم وتغرب الشمس. نتابع. الحرب في لودر ألحقت ضررا كبيرا بالمنطقة ببنيتها التحتية وبحركتها الاقتصادية، بل وبتشريد بعض الأهالي من منازلهم. هذه الثلاثة المنازل التي تبدو مدمرة هي تابعة لأهالي وسطاء كانوا قد غادروها بفعل وصول القاعدة إلى المكان، حيث تمكنوا من احتلالها واستخدامها مواقعا لهم. اليوم وبعد مغادرة القاعدة اتضح حال تلك المساكن كما يبدو، لقد قصفوا من قبل الطيران الجوي باعتبار أنها كانت ضمن الموقع الذي سيطرت عليه أنصار الشريعة. خرجنا وسامعنا وتلاقينا وفرشنا ولا خرجنا أي حاجة إلا ملابسنا على جنوبنا، ولا خرجنا حاجة من البيت، كلها سامعنا دخلة. سوق المدينة أغلقت تماما بفعل تلك الحرب. أصحاب المحلات الذين غادروا محلاتهم وجدناهم الجمعة الماضية يستعيدون فتحها بخسائر مادية كبيرة كما يقولوا. نحن تعرضنا بخسارة تلفت علينا وقف جراء الحرب، بندنا محلاتنا التجارية وألغت محلاتنا من يوم الحرب لمدة 20 يوم، فكانت الحرب بضرر علينا أكثر، بضرر اختلاف مواد وأشياء أكثر، وخسرنا تعرف أنت ما نقدر وصفها رجالنا وكل شيء. أصحاب البساطات الصغيرة هم الآخرون تركوا بضاعتهم وغادروا سوق المدينة، وبعيدا عن ذلك تعرضت بعض المنازل في المنطقة لقصف من قبل أنصار الشريعة وهي تحتاج اليوم إلى ترميم وإصلاح. الخسارة الكبرى ترتسم هنا في محطة الكهرباء التي تعتبر المنشأة الحيوية للمنطقة، لقد أحرقت ودمرت بالكامل جراء القصف من قبل عناصر الشريعة. المدينة بأكملها بحاجة إلى إصلاح واهتمام من قبل كل المعنيين في القيادة السياسية الجديدة، فحجم الأضرار كبيرة والمعاناة بشكل دقيق تؤكدها الصورة. الرسالة إذن في هذا الجانب وما يحتاجه أبناء لودر من إصلاح لما خربته القاعدة هي للرئيس عبد الرب منصور هادي الذي تبدو آمال الناس كبيرة به وبتحركه السريع داخل أبيان وعلى كافة الأصعدة. معاذ النصر في برنامج أصداء اليوم، لودر محافظة أبيان. مجددا شكرنا للزميل معاذ منصر وللزميل فواز النقيب ولكافة فريق أصداء اليوم، ولكم مشاهدينا الكرام على طيب الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة التي خصصت بالكامل لتطورات الوضع في لودر بعد أن انتصر الجيش والمقاومة الشعبية على الأنصار الشريعة وتنظيم القاعدة هناك. نعود ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من أصداء اليوم. أنتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.